يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من اشتهر كفره وعداؤه للمسلمين وتعذيبهم هل يدعى له بالهداية؟ نعم نعم، الهداية لا أحد يمنع من طلبها حتى أشد الناس كفرا. أليس موسى عليه السلام جاء إلى فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى، فدعاه أن وقال وأهديك إلى ربك فتخشى؟ فلا بأس أنه يدعى بالهداية لكل كافر، والذي اشتد كفره وأذاه أحوج أن يدعى أن يهديه الله وأن يكف شره عن المسلمين. وليس بمستحيل على الله أن يهدي الجبار ويهدي الملحد والكافر، الله على كل شيء قدير، ليس هذا بمستحيل على الله جل وعلا. وكونه يسلم ويهديه الله أحب إلينا من أنه يستمر في عداوته ويموت على الكفر. نعم.